واحنا اليوم مشاركين بفعاليه تمويل وطني في العواميه، وانا مشارك بهذا العمل. العمل هذا حق صاحب السمو الامير محمد بن سلمان ال سعود حفظه الله، وجسدت بهذا العمل النظره الحالمه التي تحلم وتحقق. وفوق عندك بعض المباني، بعض الناطحات وقيد الانشاء، وبعض الناطحات اللي الان يعني موجوده، وهذه الاشياء تدل على التطور في التكنولوجيا والعمران اللي صار في البلاد. وحبيت ان ارسم هذه الشخصيه بالذات لانها شخصيه عطاء، والذي قدمت الى الشعب السعودي اشياء يعني لا تذكر من كثر ما هي، يعني اشياء من كثر ما هي كثيره لا تذكر افضال هذه الشخصيه العظيمه.